محطتنا الطبية لليوم رح نسلط فيها الضوء على أضرار مادة السكر على الجنين والمرأة الحامل وتأثيراته خلال فترة الحمل وما بعدها. هالأسئلة وغيرها رح يجاوبنا عليها الدكتور أكرم الأحمر، استشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. هلا سعد صباحك دكتور أكرم. يعني اليوم موضوعنا مو عن السكري، عن السكر. السكر نعم. غير بيختلف يمكن نوعا ما، طبعا هي كلها حضرتك رح تجاوبنا عليها المعلومات. خلينا نقول بداية شو هو نسبة أو ما هي النسبة لحدوث السكر وشو أسبابه؟ هلأ هو السكري هو ارتفاع نسبة السكر أو الجلوكوز هيك نسميها بالدم، سواء عند الحامل ولا عند اي انسان ثاني. ممكن يصيب طبعا مختلف الاعمار، في له كذا نوع، نوع له الشبابي، نوع المعتمد على الانسولين، نوع غير المعتمد على الانسولين. نعم. الحقيقه هو موضوع كثير كبير، وهو والضغط الشرياني، ارتفاع الضغط الشرياني، هن خلينا نسميهم مرضين العصر الحقيقه. هلا بصوره عامه قبل ما نفوت على موضوع السكري والسكري والحمل، بصورة عامة السكر يعني هلأ كتير 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 قول شائع انه احذروا من الابيضين، يعني السكر والملح. صح. اوكي، هلأ نحن عم نحكي عن السكر. الحقيقة هو مادة بالمجمل يا ريت، ما رح اقول مؤذية، بس بالمجمل يا ريت نقدر نستغني عنها بطريقة او باخرى، بمعنى ببدائل اخرى ومتوفرة موجودة. نعم. ببلدنا. السبب انه هو من اكثر الامور، الارتفاع السكر او حتى السكر اللي عم نحكي عنه، من اكثر الامور اللي تؤدي بنعرف للاوفر ويت للبدانه، لمشاكل بالاستقلاب، لارتفاع نسبه الانتانات، لنقص المناعه بالجسم. بنلاحظ بعد وجبه سكر ثقيله عمل جهاز المناعه بالجسم بينزل حوالي 50% ثلاث لاربع ساعات بعد تناول الوجبه اللي فيها سكر عالي. فيعني رقم مانو قليل، بالعكس هو مهول بهالحاله. فالافضل الابتعاد عن ماده هو بالنسبه بالمناسبه هلا هو غالي شوي، يعني فاجت بلا لا هلا هو طبيا يفضل الابتعاد عن السكر بكل اشكاله. بيقول لك الوايت ولا البراون ولا البني ولا الابيض كله نفس الشيء، هو بس يعني طريقة بالتصنيع ليأخذ اللون تبعه المراحل النهائية، وإلا هم أو هو كتأثير لا هو the same، يعني نفس التأثير تبعه. فلذلك بنقول نحن يفضل نبتعد عنه قدر 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 الإمكان، نأخذ البدائل، العسل، العجوة، زبيب، التمر، العصائر الطبيعية، وخاصة تماما سمر، وخاصة نحن جايين إن شاء الله يا رب على شهر رمضان ينعاد علينا وعلى هالبلد كل خير. بيكتر كتير تناول العصائر يلي فيها سكر، يعني هلأ هي كتير بنبلش من هلأ ننبه عليها الحقيقة. أكيد. نعم. دكتور، بس خلينا نحكي عن الأسباب تناول المرأة والأكثر من السكر بفترة الحمل. بيقولوا يمكن التوتر، يمكن القلق، يمكن هو الضغط النفسي عندها، الستريس اللي بيصير معها، بتصير بتحب تأكل سكر بشكل أكثر. وخلينا كمان نحكي عن كمان موضوع إذا حست حالة تعبانة فورا بتقوم لتأكل كمان سكر، وهذا الشيء كتير بيسبب لها أضرار. طبعا. أضرار لبعدين. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، شو السبب؟ هلا لك شو السبب. هلا نحن بنعرف انه اذا مو وقت الحمل، اذا بايام البيريود، ايام الدوره الشهريه لها، بتلاقيهم بيقلبوا على السكر او على كنافه، على الحلو بشكل عام، يعني انه هي كثير متداوله. وحتى في كثير منهم بنشوفهم بعياداتنا. هلا بنحكي بالحمل وبالدوره الشهريه، انه دكتور انا متوتره، معصبه كثير وهيك، حسيت بحالي بالاخير بدي صحن كنافه. انا صرت انه الدكتور لما بتقلي اكلت صحن كنافه بلمعته مشي حالك هديتي هلا، لانه في منهم بيكونوا ستريسي كثير وهيك متوترين بشده. هلا الحقيقه سبب واضح نحن ما بنعرف، ولكن نحن بنعرف انه السكر او الشوكولا او يعني كمان داخل فيها السكر وهيك، انه هو بيرفع المزاج شوي. هلا هي لا شك هي حقيقه يجب انه نتعامل معها. اما اثناء الحمل قد يكون مرتبط بروحام تبعها يلي كمان لغاية هاللحظة سبب مباشر ما بنعرف، بس غير منقول بالاستنتاج انه صار في عنا هرمونات بالحمل متغيرة غير الهرمونات بالايام العادية، ادى لاضطراب هالمزاج عندها، ادى لاضطراب الشهية عندها، لانه يروح مزاجها او شهيتها باتجاه ما دون اتجاه اخر. هيك منقول بالاستنتاج. اما برجع لشغلة قلتيها انه هي بتحس حالها تعبانة دغري بتقوم تناول سكر، لا، من الا اذا حسيتي حالك تعبانة وضغطك منتظم
بنقومي خدي كاسة عيران فيها ملح وليس سكر. تمام، هي النقطة كتير كتير مهمة. هلأ بنجي بقى نحن على تأثيرات السكر. بدنا الحقيقة هو في عنا ثلاث شغلات ممكن نتناولهم: تأثير السكر على الحامل، تأثير السكر على الجنين، وتأثير بعدين الحمل على مريضة مريضة حامل صارت حامل وهي مع سكري. تماما. فهلا إذا بدنا نقول نحن تأثير السكري على الجنين، عنا يعني مجموعة من التأثيرات الحقيقة غليظة ما بنتمنى نشوفها. وبالمناسبة إنه ارتباط داء السكر بالحمل بشكل حوالي نسبة 3% من مجموع الحوامل، إذا هي نسبة عالية كتير. وما ننسى إنه شريحة الحوامل هي شريحة عمرية صغيرة، فيعني بصير إنه موضوع السكر هون بده انتباه شديد، لأنه عم نحكي بأغلب الحالات عن مستقبل حياة قادمة بعد الولادة للحامل. فلذلك إنه من تأثيراته على الجنين إنه خاصة بأشهر الحمل الأولى هو في عنا تأثيرات تؤدي للإسقاط المبكر، في عنا تأثيرات مشوهة للجنين لما بيكون نسبة سكر عالية، وبعدين وقتها بصير لما بده يروح الجنين وبيتجاوز هي المرحلة بنروح لتأثيرات تصل لحد الولادة وطريقة التوليد، إنه خاصة لما بصير في عنا جنين عرطل وزنه أكثر من 4 كيلو، يعني صار في عنا هون قد نكون أشكالية بطريقة التوليد والردود أثناء الولادة اللي ممكن نشاهدها. هلأ إذا بدي أقول بقى تأثيرات السكر، تأثيرات السكر على الأم، هون تأثيرات السكر على الأم هي جدا هامة. هلأ مثل ما بنعرف نحن في إلنا تغيرات هرمونية، تغيرات حيوية كيماوية حيوية استقلابية بجسم المرأة الحامل، حتى بجهاز المناعة تبعه. ونحن بنعرف شغلة وحكيناها أنا وياكم سالي وسمر، إنه هو الحمل هو بالأخير جسم غريب. هلأ بطريقة ربانية جميلة جدا نحن نكاد لا ندرك نعرف عنها هالقد، يعني إنه كيف بيعدل جهاز المرأة المناعي الحامل، قصدي الحامل بيعدل ردود فعله ليتقبل هذا الجسم الغريب فيه ويحافظ عليه ويغذيه ويقويه ويحميه. شغلة كتير جميلة جميلة جدا. فلذلك منلاقي انه ليش عم نجيب سير جهاز المناعة، انه تأثيرات السكر على الحامل اولا انه ممكن يأهبها لارتفاع ضغط شرياني اكتر، وسبق وحكينا انا وياكم ارتفاع ضغط الشرياني اثناء الحمل ممكن يأهب لاستسقاء أمنيوسي، كمية سائل أمنيوسي كتير كبيرة وهي لها مشاكلها لحالها هي. هلأ ممكن يؤدي لزيادة الالتهابات عندها، وخاصة الالتهابات الفطرية والبولية، وسبق وحكينا الالتهابات البولية شو ممكن تعمل عند الحامل. صحيح. الحقيقة لما منشوف يعني لحسن الحظي شوي حالات قليلة، ولكن إذا صارت هي حالة مزعجة بشدة وتدبيرها غليظ، نعم، يلي هو ارتفاع ضغط الشرياني للحامل مع السكر، ربعهم يلي عندهم ارتفاع سكر ربعهم بيطور لمرحلة الإسمام ما قبل الانسمام أو قبل الإرجاج الحملي، وهي الحقيقة حالة مرعبة للأم للحامل، نعم، ولعائلتها ولدكتورها. نعم. نعم. دكتور أيضا منشوف كثير حوامل وحامهم بس بيرجع على الحلو، فهي كارثة يعني ومشكلة، نعم، كثير كبيرة. نعم. ودراسات كثير قالت أنه ممكن أنه ياخذوا شيء بديل عن هذا الحلو. آخر دراسة يمكن تبع قرص الجبنة اللي هلا عم يحكولنا عنها كمان بالكنترول، أنه إذا أكلت قرص جبنة ممكن غني بالكالسيوم ممكن انه تنسى هذا الموضوع، ولا هو متعلق بالطعم لوحام ولا هلا هو برجع بقول لك اللوحام ما بنعرف شو بدنا نعمل في هذا اللوحام تماماً. يعني ها حلو حامل ما بعرف شو بيطلع براسهم يعني المهم بدنا نتعامل مع الحاله مثل ما هي. في منهم بيقتنعوا، في منهم بيقتنعوا بالبدائل، لا في منهم هي جزء من وحامه ودلاله انه تقوم تجيب سفه سكر وتاكلها. أيوه. خلاص بقى تعا حلها يعني ما ما بتقتنع معنا. اما هي من ناحيه البدائل سالي، هو المقصود من سؤالك البدائل جدا جدا متوافره، بدها بس شوي برجع بقول شوي منطقيه أو حكمة. المقاربه الى وهيك تعاون شوي مع الحامل، وخاصه انه اذا ادركت هذا الشيء اللي صالحه بشده. هلا في جزء منه بيترافق مع الدلال، اها ايه، وحقها تدلل يعني هلا حقها تدلل. سبق وحكينا انا وياكم عن حامل بيحكي معي زوجها شي الساعه 4 الصبح بدها شاورما سمك على الفحم،
يعني شاورما سمك على الفحم الساعة 4 الصبح. قال لي مشان دكتور إذا فيك تحكي مع مرتي تهديها ليرجع على البيت، وإلا ما في رجع على البيت، بدها شاورما سمك على الفحم. هلا هو هلا هي الحقيقة ما أنا مرتبطة باللحم، يعني طبيعته حمى مقدار ما مرتبطة بالدلال. هلا إذا بدنا نقنعها تاكل أرز جبنة مثل ما قالوا لكم بالكنترول، ولا تاكل مستحيل تقتنع بدها شاورما سمك على الفحم. طلب يعني. اما من ناحيه البدائل الحقيقه الموجوده جدا متوافره ببلدنا وجدا مفيده، على عكس السكر او الحلويات يلي بيدخل بتركيب السكر. وبرجع بقول العسل متوافر منيح، العجوه، الزبيب، التمر، الدبس، يعني شغله جدا مهمه ومفيده جدا. صحيح إلها. نعم. اكيد. نعم. دكتور خلينا نحكي عن تاثيراته على الجنين، تاثير السكر على الجنين. اذا المراه الحامل كثير اكلت بيقولوا على المدى الطويل ممكن يصير معه سكري، ممكن يصير معه بدانه، او ممكن اذا كان هو الجنين بقلب الرحم ممكن يصير معه عدم نمو، يعني بيصغر يعني وما بيتم الحمل، تاخر النمو ضمن الرحم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا هو الحقيقه تاثيراته على الجنين خلينا نقول بتختلف على حسب أتلات الحمل، مثل ما اتفقنا أنا وياكم تلت أول ومتوسط وأخير. بالتلت الأول هو تشكل أعضاء الجنين، هون بهذا التلت يلي ممكن يؤدي لتشوهات بالجنين أو إسقاطات نحن بنعرفها غير مبررة، بنفهمها غير مبررة، ما بنعرف ليش، وخاصة نحن ما بنعمل عنا تشريح للمضغة لما بتنزل أو الجنين، خلينا نسميه ببساطة ما بنعمل تشريح لأنه نعرف شو صار معه. هلأ الشيء الثاني ممكن يعمل نقص كلس عند الجنين. طيب الشيء الثالث بيعرض الجنين لإنتانات وهو برحم أمه. لما بيصير في عنا إنتانات بولية شديدة، عنا إنتانات فطرية شديدة بتتعرض إلى، كمان مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنا وياكم إنه قلنا بينقص المناعة لتناول وجبة السكر، بتنقص مناعة 50%، بتصير هي معرضة لأمراض. نعم. وإنتانات أعلي، قد جزء منها ينتقل للجنين أو بيعمل حالة عامة سيئة للحامل وبصير في عندها صداها انعكاسة على الجنين. هلأ ببعض الحالات لما قلنا بيترافق باستسقاء أمنيوسي أو بارتفاع ضغط شرياني أثناء الحمل، هذا ممكن يؤدي لشيء اسمه تأخر نمو الجنين. لاحظي، وبين أنه إذا كمل الجنين ممكن يكمل ويجي جنين أكثر من 4 كيلو. يعني الموضوع بده أبروشمنت كتير 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 دقيقة من الطبيب وتعاون بالدكتور النسائي ودكتور الغدد. نعم. ودكتور التغذية، جماعة التغذية بيشتغلوا شغلهم بهالحالة. صحيح. هاي فلذلك انه منلاقي طيف الاعراض والتأثيرات مختلف بشدة. طيب ليش احنا نستنى هاي القصة ما بنرجع لأساسها؟ بمعنى خلينا نسميه الحمل المبرمج. كيف حمل مبرمج؟ وحدة حامل فوق 30 عندها عوامل مؤهبة للسكري، اما او خالاتها يلي هن عندهم سكري. طيب هي بنعملها دراسه قبل. طيب حامل عاديه او وحده لسه ما صارت حامل بدها تبرمج لحمل انه عندها اوفر ويت، لانه بنعرف نحن البدانه من عوامل المؤهبه للاصابه بالسكر. صح. انه عندها اوفر ويت، زياده وزن، لا خلينا ننزل لها وزنها للحد الطبيعي خلال شهرين ثلاثه قبل ما تصير يعني بريجننت حامل. بهي الحاله الحمل المبرمج لهيك حالات جدا مهم، وخاصة نحن بنعرف انه قياسات السكر بسيطة، يعني متوفرة بأي مخبر ومتوفرة بأي بيت، فإذا عملية المراقبة والكنترول ممكن ما تاخذ أكثر من شهرين لندخلها بأعلى عوامل نجاح ليصير الحمل. نعم. ويتشكل بشكل جيد ونوصل لولادة تكون غير راضة وجنين بصحة جيدة. أهم شيء نحن عنا بدنا نوصل انه البرودكت تبعنا، المنتج النهائي اللي هو الوليد، يكون بصحة جيدة والأم تكون بصحة جيدة. تمام. نعم. دكتور يمكن حكينا هيك شوي عن السكر وتوسعنا شوي عن السكر بالذات. في كتير مثلا أسئلة عم توصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بفقراتنا الطبية بالذات، عم تقول نخرج شوي عن موضوع السكر لنحكي بموضوع تاني. نعم. هل اللي بيتعالجوا ايضا بالاكياس تبع المبيض بيقولوا انه هي اكياس سكريه ايضا بياخذوا الميتافورال، هل هذا الشيء كمان ممكن ياثر على الحامل؟ انه الحامل ولا انه تاخذ الميتفورمين؟ الاثنين يعني. على قبل ما تحمل. ما تماما. انه يلي بياخذوا انه مركبات الميتفورمين قصدك انه ممكن يؤدي انه مع الوقت يعمل عنده سكر؟ لا، بنقول لهم لا.
تماما، لا قاطعة تماما، انه ما رح يعمل عندكم سكري على المدى البعيد مثل ما بيخافوا. تماما، هي دائما بيسالوها انه انهم بيخافوا وهو وهي طبعا هو بخاف لانه جسمك بيتعود ما بقى بصير بلا 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 بدك تصير معك الاخير سكر. لا لا قاطعه تماما، هي قاطعه تماما. هو غير انه اللي عندهم شوي اوفر ويت زياده وزن او عندهم بي سي او مبيض متعدد اكياس، يلي بصير عندهم لهم شيء اسمه نحن يعني مقاومه لهرمون الانسولين. تماما بجسمهم. هي مقاومه لهرمون الانسولين، فنحن لما بدنا نريح الخلايا من هي المقاومه لهرمون الانسولين يلي بتركب عليه الهرمونات المذكره وبتفوت بسرعه على جوا الخليه، تماما هي بصير مثل واسطه نقل لها. فلما بنخفف نحن هي المقاومه بصير بيدخل وقتها بسهوله اكبر، بتنقص كميه الهرمونات المذكره. فاذا هو ليس له علاقه على الاطلاق بانه يعمل معهم سكري لاحقا. اكيد دكتور، بالختام نصائح اخيره لكل السيدات اللي عم يتابعنا اليوم. هلا لكل السيدات بنقول لهم انتبهوا لسكركم، اعملوا مراقبه دوريه. انا بالنسبه لي بفضل 3 مرات اثناء الحمل مراقبه السكر، اوقات منطر لاكثر من 3 مرات اذا في عندنا عوامل مؤهبه مثل ما قلنا عمر فوق 30، قصه عائليه، حمل سابق في سكر او حمول سابقه فيها اسقاطات متكرره غير مبرره بالنسبه لنا، بنقول لهم يكون حملكم يعني اندر كنترول بشده. بنرجع للنصيحه الاولى للكل بقى حوامل ولا غير حوامل، ابتعدوا عن السكر، روحوا للبدائل الطبيعيه. اكيد يستهلكوا السكر بشكل معتدل ما حيصير معهم شيء. أكيد. أكيد. شكرا دكتور، شكرا لنصائحك القيمه، واكيد بنشوفك في حلقه. اهلا وسهلا سمري. هلا شكرا لك. هلا سالي. هلا اكرام، كمان نطلب من ما يتوحى مستعائر بعد الليل توزع ترجك شغلات خفيفه موجوده بالبلد. شكرا لك دكتور اكرم، يعني حلقتنا دائما معك مميزه. هلا سالي. دائما المعلومات اللي بتعطينا اياها هيك بتضيف عليها شيء جديد. شكرا لوجودك معنا. صباحكم وصباح